صباح الخير ميزان. اليوم نو صوم لو 31 جويي 2024، ورحنا نهضروا على واحد الكبول، ان جونوم كبول ورخيص. علاه تقولوا علاه راني نسب فيه؟ دوك خليكم تسمعوه، خاطر ما يهضر على سيدو لو بريزيدون تبون. بصح سيدو مش كون طونك بريزيدون، مش كي جا رايس لي سيدو، لا سيدو باسكو انسان كبير وانسان قاري، ثاني نارك وخدم من صغره وحاكم مناصب، واليوم طلع بريزيدون ويجي واحد كيما هذا ما عنده والو في الراس. اسمعوا واش يهضر عليه يا جماعه يا الشعب، اسمعوا دوك نعاود نولي. والله في حياتي لكرهت رايس كيما تبون، قسما بالله في حياتي لكرهت واحد كيما تبون. عباك باللي وليت كي يشوفون نبغى نتقية بوتفليقة. نهار كنت صغير كان كي راح يخطب والله هذاك، تعيط لي امها تقول لي الواحد جري تبون، ها بوتفليقة راح يخطب علينا. كي نجي شغل بوي الله يرحمه هو اللي راهو يخاطب فينا، ماشي بوتفليقة الله يرحمه او راه مسامح الله يسمح. بصح والله يا تبون قسما بالله، يا نهار عند ربي قسما بالله غنحاسبك، قسما بالله جميع مسؤول غنحاسبهم واحد بواحد. ولا ناض الشعب يجاهد، قسما بالله غير يموت شهيد، قسما بالله غير يموت شهيد. سمعتوا يا دار على رئيس الجمهورية، قال لك كي نشوفو نحب نتقيا، سي تادير لا دو ديغو بور لوي. وعلاه هاد العين، وعلاه الكراهية، واش جابك ليه؟ واش لحقك ليه؟ الثانية يهدرنا قال لك بابا الله يرحمه. شوفوا كيفاش بابا يقول لك الله يرحمه، يهدر على بوتفليقة. قال لك كي بوتفليقة كان يجي يخطب لنا نروح نسمع في التلفزيون، ما على بالوش واش دار هذا الدب، هذا الإيان ما على بالوش واش دار بوتفليقة للجزائر، على بالوش كيفاش بوتفليقة هو اللي هلك الجزائر. زيد يقول لك نهار تموت، هذا على تبون والله نحاسبك. انا ما بصح تحاسبو، اعطينا لي غرياف، اعطينا واش تقدر تحاسبو، واش تقدر قلنا ها واش دار، ها واش دار، ها واش دار، ها واش دار. avec si c'est possible avec des chiffres avec بالله قنعنا، علاش تحاسبو؟ ممكن نحاسبوه معاك، راك تهضر على رئيس الجمهوريه يا سي محمد. كون ما تجيش داب وتجي تعرف القانون، تعرف باللي هاد الهضره اللي هدرت تقدر تحكم عليك العداله. اتانت لا بيرسوناليتي دو بريزيدون مع توتا في الكور بينا. مش نهضروا هنا مع ناس مخهم فارغ كيما هذا. اتانت على بيرسوناليتي دو بريزيدون، لو بريزيدون لا ريبوبليك، مو نبي مو معصوم مو والو، مي محمي بالقوانين. دوك اللي يجي يهضر على الرئيس يطيح الرئيس ولا كيفاش؟ اللي يجي يطيح الرئيس، رئيس سوي كي ريبريزونت لالجيري في الخارج، شكون اللي يروح
ويربريزونتي الجزائر في الخارج ويحضر تراخذ ويجيب لك في القوت ويعطيك ويعطيك في ويجيب الدراهم ويبيع ويشري وكل شكون ما الراسه تاع الدين بابك الحليوف دوك لحقنا سمعتوه مع الاخر لحقنا الحاجه لي نورمالمون لي سيرفيس سيكوريتي والعداله يرفضوه مش نورمالمون لازم يرفضوه واش قال قال الشعب الجزائري كون ينوض يجاهد يكافح انا معاه ونزكيه سيتادير راهو يقول للشعب نوضوا ضد تنبول نوضوا ضد بلادكم جاهدوا كافحوا كيسكو سي هاد لي ليستوار هادي دراري صغار ما عندهم ني مخ ني تخ ني مخ كيما يقولوا يهضروا كلام كيما هذا والامن مخليهم يجي عنده تليفون من عمني جابو اختو شراتو له يرفض التليفون ويهضر ديريكت على الرئيس الى طاق ديريكت البريزيدون لا ريبوبليك وانا كي نشوف هكذا نقول عندهم الحق شي ناس كي يقول لك ما كاش الحكم في الجزائر انا راني نخمم راني نخمم لكن حكم ولا ما كاش الحكم كي عاد واحد كيما هذا الكبول هذا داك سكيطه تاع حاشاكم تاع لي بي دي ولا ما شافش منين داير سكيطه معوج على راسو سونسيس ويهضر على الرئيس بهذه الكراهيه بهذه الكراهيه ونخليوها حنا كاين قوانين طبق اخويا القوانين لما كنتوش حابين تحميوا الرئيس قولوا هكذا انت يجي الناس يقولوا يسبوه في الطريق يقولوا يسبوه يقولوا يطيحوا له في لي ريزو سوسيو خليوهم لا تحوسوا عليها على العداله والامن يحوس عليها خليوهم مالا مالا عندكم الحق واش راكم ديروا باش كي الناس يولوا يسبوه عيناني ويجي الناس اللي تسب فيهم من الخارج وقلنا احنا ما قدرنا لهمش لا غال هذا على الطاهر يعني طاهر ولو يذك يسبوه هنا في الجزائر قالوا لك شعبي برك شعبي شعبي واحد يسبني انا ولا انا نسب شعبي يرفع بيا قضيه وهذا الرئيس ما كاش اللي بروتيجيه ما عندوش ولادو ولادو ما كاش لي بروتيجيوها يبروتيجيوها les institutions de l'état وكاين كلش محطوط في القوانين كلش محطوط انا قلت لكم كود بين الروح وتلقاو اتنت على بيرسوناليتي دو بريزيدون ما داروهاش على جال تبون داروا على جال الرياس كاع اللي جازوا في الجزائر باش يحميوهم سينو مع الشعب كيما هذا يولي يطيح يولي اللي يجي يطيح للرئيس ويجبد له الراسة تاعه ويجبد له يماه ويجبد له باباه ويسب له الفاميليا تاعه وكل شيء ورانا رايحين في الفوضى هذه انا نشوف بلي كاينه كلك شوز كي فابا كاينه كلك شوز كي فابا لي بروكيرور ما مش يخدموا في خدمته لي سيرفيس سيكوريتي قالوا لهم ما تدخلوش لوحكم خلوا العداله يدبر راسها ورا من لوخي الجمهوريه واحد كيما هذا يسب الرئيس وينوض ويقول يطلب من الشعب ينوض يجاهد ضد الحكم نتاعو يا السلام عليكم ربي يجيب الخير للبلاد البلاد ماشي مليحه في هذا المرض لي ريزو سوسيو هادو رايحين ياكلونا وينوضوا لنا فساد كبير يا السلام عليكم